هو الموسيقى عبارة عن صوت، صوت الآلة، فحسنها حسن وقبيحها قبيح. يعني مختصر كلام الفقهاء في هذا أن حسنها حسن وقبيحها قبيح. طيب إيه الدليل إن الموسيقى في حد ذاتها مش حرام؟ إنما يحرم منها ما يعين على الفاحشة، إنما يحرم منها ما يدعو إلى القبيح. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رجع من أحد أسفاره، فقالت يا رسول الله نذرت إن ردك الله سالما، فرحتهم بقى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن ردك الله إلينا سالما أن أضرب بين يديك بالدف. قال إن كنت قد نذرت ففعلي، فأذن لها. وكان كانت الحبشة يلعبون بمثل هذه الأعواد أيضا وكذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت ستنا عائشة تنظر إليهم. فكون إن إحنا نمنع بالكلية لا، ده غير صحيح. الأدلة أو النصوص التي تكلمت عن آلات اللهو في الكتاب والسنة أنا عاوز نحفظ دي. صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح.